حينما تتحدث عن القرآن فذاك شرف، لكن حينما تتحدث أيضاً أو تقرن بين الحديث عن القرآن وسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام فذاك شرف لا يوازيه شرف. الإمام البخاري كان مرة يحدث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس وفي حلقة، وفي وسط الحلقة رأى بعض أصحاب الإمام البخاري، رأى أنه يخرج منه دم من ظهره فنبهوه، فلما نبهوه قال قد علمت، يعني أنا أعلم أنه ربما لدغتني عقرب أو كذا. فلما كشفوا عن ظهره وجدوا أن عقربا لدغت ظهره، لكنه لم يتحرك تعظيما لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.